الآن يشرفنا سيادة النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب. أهلا بيك سيادة النائب. أهلا وسهلا يا فندم. منورنا ومشرفنا يا فندم. إيه ما استاهلش التصفية. يتبدى لنا بوضوح كده أنه حضراتكم ماشيين في اتجاه ما طالبت به السلطة التنفيذية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية لما قال أنه سنسرع إجراءات التقاضي وسنتخذ ما يلزم في هذا السياق. حضرتك والمشروع المقدم يسير في هذا الاتجاه تحديدا سيادة النائب، أحب أعرف الفلسفة من وراء إطلاق هذا المشروع. هو طبعا احنا ماشيين في اتجاه في أمرين، أول حاجة في إنجاز العدالة الناجزة، يعني نصل إلى عدالة ناجزة، والأمر الثاني في برضو تحقيق أقصى درجات العدالة الجنائية، وده أمر مهم جدا لأنه إحنا حان الوقت أن ننهض في منظومة التشريعات للإجراءات الجنائية للوصول إلى السمو في العدالة الجنائية، وده هو ده ما دعانا إن إحنا يعني نحاول نصدر عدد من عدة أو قوانين، هذه القوانين تنهض في العدالة الجنائية. منها اللي هي في أنا أقدم مشروعين قوانين والاثنين متوازيين ببعض، والاثنين مشروعين دول قانون الاستئناف الجنايات وقانون الطعن أمام محكمة النقض. أيوة. القانون الاستئناف الجنايات ده منصوص عليه في الدستور 2014، وده استحقاق دستوري بأن التقاضي في الجنايات على درجتين وليس درجة واحدة، يعني وده طبعا فلسفته لأن الجنايات أكثر جسامة من الجلح والمخالفات، الجلح والمخالفات يجوز استئنافها، والجنايات وفقا للقانون الحالي لا يجوز استئنافها، وبالتالي كذا يتعين أن يتم التدخل السريع بوضع مشروع قانون باستئناف الجنايات. صحيح. لأنه الحقيقة سيادة النائب الواحد بيندهش إزاي المفارقات من النوع ده كانت بتمر على مجالس تشريعية سابقة، يعني هي طبعا غريبة جدا وإحنا معطلين، يعني خلي بالك يعني من 2014 لحتى الآن أيضا داخلين دلوقتي 8 سنوات ولم يصدر هذا القانون. وده يعني زي ما بقول أرجع تاني، ده استحقاق دستوري، يعني المشرع الدستوري رأى عند وضع الدستور إنه التقاضي يكون على درجة، وده كل يعني النظم القانونية والقضائية في العالم كله التقاضي في الجنايات على درجتين لأنها أكثر جسامة. يعني تخيل حضرتك لو أنت تكون حماسة فيها 24 ساعة أقدر استأنفها، وعقوبة الإعدام غير قادرة على استئنافها، وعقوبة المؤبد غير قادرة على استئنافها. ربنا يكفينا الشر عموما. يعني هل من العدالة إن أنا صحيح ما استأنفش حكم الإعدام واستأنف الحكم 24 ساعة في جنحة؟ أيوة. فهذا الأمر ده يعني لابد من تحقيقه في الفترة القادمة. الأمر الثاني طبعا لأنه يعني ده هي يعني هيخفف الأعباء عن محكمة النقض. لذلك النهارده طبعا لما يكون التقاضي على درجتين هيحصل يعني الدرجة الاستئنافية في حد ذاتها درجة، ازاي هنقول وصفة لمحكمة النقض؟ يعني ممكن الاحكام بتتعدل في الدرجه الاستئنافيه بيخليني ما الجاش الى الطعن على الاحكام الاولى. صحيح صحيح. طبعا كتير جدا، يعني اذا كنا احنا دلوقتي الاحكام اول درجه صدرت مثلا 100 حكم، هطعن على 90 منهم هيطعن على بالنقض على ال 100 حكم، لكن لو انا قدام مرحله استئناف الطعن هيبقى على 50، لان محكمه الدرجه الاستئنافيه هتنهي كثير من هذه القضايا، فده هيخفف العبء على محكمة النقض، لأنه محكمة النقض عندنا مثقلة ب يعني مش عاوز أقول لك بآلاف الطعون. طبعا يا فندم طبعا. وهي محكمة واحدة على مستوى الجمهورية. وتنظر كل الطعون الجنايات والجنح أمام محكمة أمام يعني أمامها في وهي المفروض إنها محكمة ذات مقام رفيع للغاية بالضبط. لدرجة إنه بس القضايا الكبرى جدا جدا يعني بالضبط. احنا الامر الثاني بقى والمشروع الثاني كان في تعديل في 2017، هذا التعديل بانه اصبحت محكمه النقض تتصدى الى الموضوع،
يعني ما تحيلش ما بعد عند قبول الطعن بالطعن ما تحيلش الى محكمه الجنايات مره اخرى لكن هي تنظر الجنايه موضوعا. ده في غايه الاهميه، ده يختصر نص السكه. بس المشكله بقى ان احنا لما واجهنا بقى المشكله لما جينا نطبق هذا القانون تعديل كانت 2017 برضو اصبحت محكمه النقد هي محكمه واحده بتنظر كل جنايات مصر. ايوه بتنظر كل جنايات مصر، فكل الطعون المقبوله هي محكمه النقد بتنظرها تاني. اصبح برضو زدنا على كاهل محكمه النقد نظر موضوع الجنايات، وده اصبح يعني الامر عجله القاضي بتسيب ببطء جدا. يعني هنا بقى وجدنا انه طبعا تخيل حضرتك مثلا ابسط الامور حتى في الاجراءات، اجراءات التقاضي الموضوعي امام محكمه النقد، عاوزين نجيب المتهم من اسوان لمحكمه النقد لان محكمه واحده، عاوزين نجيب المتهم من مطروح لمحكمه النقد. هدى سياده النائب ملمح متناقض مع لا مركزيه الجمهوريه الجديده. لا بالظبط، بس لان احنا عندنا قانون محكمه النقد هي محكمه واحده على مستوى الجمهوريه. ايوه فطبعا لما تيجي تنظر الموضوع، الموضوع قد يحتاج الى تحقيق، محتاج سؤال شهود، محتاج سؤال خبراء، محتاج سؤال اطباء شرعيين. طيب بيتم انتقال الشهود والاطباء الشرعيين لمحكمه النقد من جميع انحاء الجمهوريه لمحكمه النقد في الموضوع، ويتم انتقال المتهم من محبسه. المساله اصبحت في غايه من الصعوبه، صعوبه كبيره جدا ان محكمه النقد حاليا تنظر موضوع الجنايه لكل الطعون المقبوله. صحيح. كل الطعون المقبوله بتنظر معها موضوع الجنايه. هذا الامر بقى اصبحنا لقينا انه التقاضي قدام محكمه النقد بيطول امده. يعني التجربه بالتعديل ل 2017 حسينا انها هذه التجربه لم تفلح. لانه اصبح التقاضي هنا بيطول امده، لانه طبعا في شهود ما بتجيش، في متهمين ما بيقدرش يجوا، الامر في غير مسوق. بعدين محكمه واحده بتنظر كل جنايات الجمهوريه، طب هل ده مش من المنطق؟ مره ثانيه سياده النائب عشان المشاهد الكريم بس يفضل معانا بنفس الايقاع، ايه الحل المقترح؟ الحل المقترح ان محكمه النقد تعود تاني تنظر الطعون فقط. وتحيل القضيه الى محكمه الجنايات لنظر الموضوع. ايوه. زي ما كانت عليه من قبل، ده بالنسبه لده. ده بخلاف استئناف الجنايات، خلي بال حضرتك هو في مشروعين عشان ما نلخبطش. في القانون استئناف الجنايات وقانون خاص بمحكمه النقد. محكمه النقد انها تنظر موضوع الجنايه لقينا ان الامر بيطول امد قدام محكمه النقد. والتقاضي يطول امد، فقلنا لا. الاسرع ما كنا عليه من قبل انها ترجع تاني تعيد الفصل قدام محكمه الجنايات مش قدام محكمه النقد. بنظر الموضوع ما بعد الطعن، ما بعد قبول الطعن بالنقد، ترجع القضيه تاني الى محكمه الجنايات المختصه. أيوة. بنظر الموضوع ده جزئيه عشان انجاز العداله، لانه التجربه صحيح. التجربه يعني كانت تكون يعني لم تنجح ولم تفلح معنا في سيادة النائب. ضعنا في إطار صوغ هذا المشروع، يعني حضرتك لازم تقنع 60 نائب قبل ذلك، تتشاور مع حد من وزارة العدل مثلا، مع حد من السادة القضاة، مع حد من السادة المحامين. يعني حضرتك حطنا في إطار مطبخ إنتاج مشروع قانون مهم من هذا النوع. هقول لحضرتك حاجة، هو طبعا اللي احنا طبعا قبل ما انا بعد المشروع زملائي في المجلس، اولا قبل اي حد ما بيوقع على المشروع القانون بيتم قراءته ومدى وقراءه المذكره التفسيريه ومدى اهميه القانون ومدى احتياج العداله الجنائيه لهذا القانون. ايوه طبعا احنا بينا وبين بعض، فلابد ان انا بقوم بشرح هذا القانون لانه كثير من الاعضاء غير قانونيين، يعني مش كلهم قانونيين. طبعا حضرتك قانوني كما أنا اتصور قانون. يعني لا استاذ قانوني. فطبعا الستون عضوا بالنسبه لنا يعني بيتم شرح القانون واهدافه ومذكره التفسير بتاعته، بيقتنع العضو فبيوقع، بيشعر انه احنا حان الوقت الى
صدور هذا القانون. ولو كان هذا النائب الجليل غير قانوني بيروح يذاكر ولا لأنه يثق فيك واقتنع بكلامك؟ هو هي كل قانون في مذكرة تشريعية، يعني ما هو لأنه هو هيبقى في ناس غير قانونية موجودة في اللجنة التشريعية وفي البرلمان بصفة عامة في التصويت. القانون أصله علم مباح وعلم قريب من أي حد، يعني دايما نقول عليه انه علم مباح، يعني ممكن اي حد يتلقاه سهلا. صحيح. فمش زي الطب وزي العلوم الاخرى يعني. لكن ليه؟ لانه انت حضرتك ممكن مثلا تلم مثلا، ممكن تعمل لنفسك عقد ايجار او عقد بيع، ممكن تعرف تعمل ده. فبالك رغم انه عمل قانوني، بس انت ممكن وانت مش محامي او مش قاضي او مش مشتغل يعني بمهنه بالقانون، مش مشتغل بالقانون، ممكن تعمل لنفسك عمل من اعمالك التصرف القانوني زي عقد بيع عقد ايجار. ليه؟ لانه علم قريب وممكن اي حد يتلقاه يعني. صحيح. المشروع القانون ده النائب طبعا لابد ان هو يعني ده نائب حضرتك، يعني مش انا مهما اقول لك يعني مدى ثقافته وعلمه وخبرته، طبعا هذا الامر بيخليه ان هو قادر على استيعاب الماده القانونيه. فهو بيستوعبها اوريدي، لانه كل واحد كل قانون وراه مذكره شريحه ليه. فهو على طول بيقول ايوه احتياج العداله الجنائيه، احتياج المجتمع، احتياج حسب. فهو على طول قبل ان يوقع لابد ان هو بيطلع على اهداف القانون. صحيح. وبناء على كده بيشارك في صناعه هذا القانون. يعني مرحله التشاور مع ذوي الاختصاص سياده النائب مكانها فين؟ مكانها قبل الطرح ولا بعد الطرح؟ لا بص هقول لك حاجه، احنا طبعا يعني في طبعا حوارات قائمه ما بين المجتمع يعني القانوني او المشتغلين بالقانون بصفه عامه، سواء ما بين المحامين او سواء ما بين القضاه، لانه هذا الامر طبعا احنا على تواصل، احنا مشتغلين بالقانون، فاحنا على تواصل بالمحتاجين الى هذا القانون. سواء كان من المحامين او سواء كان من القضاء او من المتقاضين لحضرتك، لانه رغبه المتقاضين برضه تحترم، وهذا الامر مهم جدا. يعني تخيل حضرتك احنا اولا كمحامين، جميع جموع المحامين وجموع المتقاضين وقضاة مصر منتظرين هذا التشريع وهذا التعديل. أنا بس عندي علامة استفهام ناتجة عن كوني من العوام، يعني علاقتي بالقانون علاقة سطحية جدا، لكن هل فعلا السادة المحامون بالفعل متحمسين لتعديل من هذا النوع؟ لأنه حضرتك عارف أنه كل ما التقاضي كان أطول وأرفع شأناً وأعلى، الأتعاب بتزيد كمان. لا مش هذه الفكرة خالص، لا. لكن هما حضرتك عارف دي مهنة، يعني المحاماة رسالة صحيح رفيعة الشأن ونبيلة، بس مهنة كمان، هي فيها رسالة برضو، يعني فيها مهنة ومصدر رزق، لكن هي فيها رسالة. لكن كل جموع المحامون وجموع القضاء في مصر يحتاجون الى هذا المشروع. تحاورتم مع النقابه مثلا سياده النائب؟ ده اجماع. ويا سلام. يعني بص اجماع، انا بقول لحضرتك انا مشتغل بالقانون، مشتغل بمهنه المحاماه. سياده النائب اجماع دي على مسؤوليه حضرتك. ده مسؤوليه، بقول لحضرتك يعني عاوز اقول لك طال انتظاره. طال انتظار هذا القانون. وايضا تواصلتم مع حد من القضاه الاجلاء؟ فندم يعني اولا احنا معانا يعني على تواصل مع قضاه محكمه النقد. ايوه. مستشارين محكمه النقد، قضاه على مستشارين محكمه الجنايات. حضرتك الان يعني الكل في انتظار هذا التعديل. الكل في انتظار هذا التعديل. والله سياده النائب حضرتك اسالت لعابنا، وحتى واحنا ما عندناش ما يكفي من خلفيه قانونيه بحيث ندرك الاهميه البالغه لهذا التعديل، لكن احنا حاسين طالما انه كل الاطراف كده متحمسه يبقى احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. انا شاكر جدا لسياده. اتفضل يا فندم. اتفضل. تخيل
انت حضرتك مثلا يعني ما هو انت بس مستشارين محكمه النقد. مستشارين محكمه النقد كل دايره بتنظر كل يوم عدد هائل صحيح. من الطعون وعدد هائل من الجنايات الموضوعيه. فهم مش قادرين يواكبوا طبعا يعني طبعا. هم بشر صحيح فندم بشر صحيح بشر لكن من عيار 24 من عيار ذهبي خاص. انا شاكر جدا لسيادة النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب.